أرقام مخيفة تسجلها محافظة ذي قار في عدد حالات الطلاق، رغم أنه أبغض الحلال إلى الله. 3000 حالة طلاق، معظمها في قضائي الناصرية والشطرة منذ بداية العام. هذا ما أكدته لجنة المرأة والطفل في مجلس محافظة ذي قار، فيما بيّنت دائرة العمل والشؤون الاجتماعية أنها سجلت منذ عام 2003 وحتى الآن أكثر من 7000 مطلقة، جميعها مشمولة بالإعانة الاجتماعية. بالنسبة إلى حالات الطلاق المتزايدة في المحافظة، حقيقة قد تزايدت هذه في الآونة الأخيرة، بحيث أنه في هذه السنة ما يقارب 3000 حالة طلاق في المركز وفي الأقضية الشمالية من المحافظة حسب ما أفادت به محكمة الاستئناف. في هذه المحافظة اللي تعاني من كثرة المطلقات والأرامل كان لإدارة المرأة في هذه المحافظة التابعة لوزارة العمل ما يقارب 16000 امرأة و 16500 امرأة أرمل تستلم معانا اجتماعية من عام 2006 لحد يومنا هذا، وبينما عدد المطلقات ما يقارب 7500، والمتبقي من 50000 اللي يستلمون معانا اجتماعية في هذه المحافظة من النساء هم كبار السن والمعاقين. ويعزو مختصون السبب في تفاقم هذه الظاهرة إلى أسباب كثيرة، أبرزها هو الزواج المبكر والوضع الاقتصادي والمادي وما يترتب عليه من مشاكل كبيرة داخل الأسرة تنتهي عادة بالطلاق. من الأسباب المهمة هي الأسباب الاقتصادية واللي هي نتاج للصراعات السياسية الموجودة، والشاب يكون هناك عدم توفر فرص للعمل، عدم توفر مسكن، عدم توفر كثير من الأمور اللي تعيقه عن الإيفاء بالتزاماته تجاه عائلته، بالإضافة إلى الزواج المبكر وهذا الطامة الكبرى اللي يتصور بعض العوائل وحتى العوائل ذات المستوى الاقتصادي الجيد تتصور أنه متزوج لبنية وهي في عمر مبكر راح يحميها. ارتفاع معدلات نسب الطلاق في محافظة ذي قار جاءت بسبب مشاكل اجتماعية واقتصادية، وقد تزداد خلال السنوات القادمة في حال عدم وجود معالجة حقيقية تحد من هذه الظاهرة كما يعتقد بعض المختصين. لبرنامج شمس الفلوجة، أسعد الفياض، الناصرية.